لكن انا جاي النهارده يعني فعلا ان انا مش حاسس ان انا بقيت مع الجو. احنا اتربينا في طرقه واحده مكان واحد، انفصلنا في اخر 10 سنين بس، لكن بدانا الطفوله مع بعض في نفس المكان. جلال طبعا بيأكل على كلام الجماعه كلهم قاعدين ورا بياكلوا على الشام كلهم. لكن النهارده انا فعلا بشكر الدكتوره منال وبشكر الاشاره اللي سمعتها ازاي الدكتوره عطيه والعاملين فيها جميعا من اول الاساتذه اللي فوق قوي عشان ما انساش حد، والدكتور فوزي والدكتور الدكتور حسيني والدكتور مش عارف ورامي كلهم مش هنسى حد عشان ما انساش حد. عمالقه 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 مع الاجيال المتواصله النهارده بيدونا بصمه واضحه للتعاون المثمر والبناء والجميل ما بين البحث العلمي والصناعه. الجزائريه واستخدام علم التكنولوجيا الارضيه من اجل التوفير وتنقص الغذاء بصوره جيده وملائمه للاستهلاك. هذا قمر على الازمات التي يتعرض لها العالم حاليا، هو نقص الموارد الغذائيه وصعوبه توفيرها بدرجه كافيه بالاضافه الى الفقر الحادث في المواد الغذائيه نتيجه عدم استغلال الامثله. كل ذلك يدعو الى تطوير هذا العلم لضمان تحقيق احتياجات مستهلك الوطن بصوره افضل. وإيمانا بها المركز بعلم صناعات بأهمية علم الغذاء والصناعات الغذائية في التنمية الوطنية واحد أهم المحاور التي يجب دعمها وتشجيع الأبحاث فيها، فقد تصدر إدارة المركز محورين أساسيين من محاور 16 هما الغذاء الآمن وقد شمل على 7 مشروعات بحثية والأغذية الوظيفية وقد شمل على 14 مشروع بحثي. هذا علاوة على محاور أخرى مثل النانو تكنولوجي وأبحاث ذات منتج نهائي، وقد بلغ تمويل هذه المشروعات في الخطة العاشرة حوالي 1,000,000 جنيه. هتبدا بخمسة بقى للدكتور عشرة، احنا عاوزين نستمر على ما وصلنا اليه ونحسن ونزود ونزيد كمان ان شاء الله. الحدث الثاني ان شاء الله في المركز بيعمل احتفالية بمجلس الدروس الكتير عمل حالة انشاء وحكيت تأديت إن شاء الله من شهر 6 لنهاية السنة لمدة 6 شهور. أكيد كل شعبة لها دور رئيسي في هذه الاحتفالية، وإحنا دورنا رئيسي إن شاء الله. بعد ما حضراتكم هنعمل المؤتمر السادس الدولي لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية في فترة من 9 ل 12 أكتوبر 2016. إن شاء الله المؤتمر ده هيكون في شرم الشيخ، وإحنا عملنا المشهور وكنت أتمنى إنه يوزعه لحضراتكم النهارده فعلا، لكن الظروف خاصة منعتنا ان احنا اشتغلنا بالدولة. ان شاء الله المنشور والدعوات كلها هتوصلكم في نهاية